يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، ونوصل معاكم دلوقتي لاخر فقره من فقرات حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، الا وهي فقره السوشيال ميديا، الفقره اللي بنسعى بالتواصل المباشر من خلالها مع كل حضراتكم، وبنعرف بقى اجاباتهم على الاسئله اللي احنا بنسالها. صحيح. نبدا باستاذ محمد عبد الفتاح بيقول صباحكم فل وورد احمر، اجمل اطلاله، اجمل برنامج، كنتم فين من زمان؟ ادينا جينا اهو. تحت النظر يا اكسلانس، تحت النظر. درش الصعيدي، صباح الفل على اجمل اهلاويه، انا هواند سري وكريم كوجك، نهاركم سعيد، وانت كمان يا درش. احمد علي جاوب بقى عن السؤال، بيقول ابني معاذ ربنا يهديه. تمام. احمد دياب بيقول الحمد لله مفيش حد كسول، ولو فيه هيبقى انا. مها سمير بتقول انا. الاعتراف برضو كويس يا مها، ماشي، تابعينا الاسبوع الجاي الفقرات هتفيدك. الصراحه حلوه. مين تاني ابرز المعجبين؟ ده اسم اللي بعتنا نزيه السعداني بيقول انا. الاعتراف برضو كويس. رجب عايز بيقول بحبكم اقسم بالله. صادق يا رجب، ومتشرفين جدا. واحنا بنحب كل الجمهور طبعا اتفرج علينا، جمهورنا الاهلاويه. محمد عدي بيقول انا برضو على نفسه. طيب هايل. مصطفى عادل، صباح اهلاوي جميل عليكم استاذ انا هوند، انت استاذ كريم، هل هناك يوم اجمل من اليوم الذي نعود فيه لرؤيه الاهلي اعظم نادي في الكون؟ صحيح، ماشي. اسلام صلاح بيقول بخصوص التمارين وكده، انا بكسل بسبب اني مش بلاقي نتيجه بسرعه، ومش بلاقي تغيير في شكل جسمي، فبيحصل لي حاله من الياس وببطل اي تمارين كنت بمارسها. على فكره دي حاجه ممكن تبقى متكرره عند ناس. بس احنا لو فاكر يا كريم في فقره من اسبوعين تقريبا، احنا كان معانا دكتور هاني ابو النجا وكان بيتكلم عن النقطه دي اللي هو اخصائي التغذيه، كان بيقول ان احنا ما ينفعش نتوقع ان النتيجه هتحصل بسرعه، سواء انت عامل يعني نظام غذائي معين او ابتديت في التدريب، لان انت اصلا لما هتروح تتمرن لازم تتمرن تدريجيا، فاكيد مش هيبان على حضرتك من الاول. فهي القصه كلها ان احنا لازم نصبر، ولازم برضو يبقى الشخص متواصل مع حد فاهم في الرياضه علشان يقدر يقوله بالظبط هو خلال قد ايه وفقا لجسمه ووزنه وطوله هيفرق معاه، او هيبتدي يبان انها بتختلف من شخص للتاني. انا عموما حسيت من نوع التعليق او نوع الكلام المكتوب ان هو بيتكلم تحديدا عن الجيم، اللي هو ما لقاش استجابه سريعه في تغيير شكل الجسم. ما هي لازم يستنى. فدي بتحصل لكل الناس اللي تحديدا رايحين الجيم وفعلا الطموح واخدهم ان هم في خلال اسابيع او كام شهر. بتهيألي الموضوع زي اللي بيعمل دايت وعايز يخس ثاني يوم يقول لك انا ما خسيتش على الميزان. صحيح. طيب نكمل. علاء السويسي بيقول الوقت والماده، والماده اكتر. الماده اكتر. هقول لك على حاجه، مش شرط تروح جيم، مش شرط تكون مشترك في نادي، يعني ممكن الشارع. على فكره احنا فتره الكورونا لاحظنا ان كل الناس كانت بتتمشى بكل الطبقات وكل المستويات، يعني حتى من غير عجل، انت مش محتاج اي حاجه، انت محتاج تتمشى كل يوم ولو ساعه، فبالتالي هتفرق معاك جدا. فالماده مش شرط على فكره تبقى يعني مبرر. لا، وغير كده كمان حضراتكم بتتابعوا معانا يوميا التقرير بتاع كابتن احمد عوض، كلها تمارين ممكن تتمارس في البيوت، مش محتاجين. صحيح. مش محتاج لها فلوس. طيب. باي حاجه. ناجي مولانا، قلة الوقت بسبب الشغل دي يمكن حاجة كومن برضو فعلا، قلة الوقت ناس كتير كانت بتتكلم بشأنها. هند محمد، صباحكو أهلاوي، صباح الفل يا هند. أبو كنوز، صباح الفل على الأهلي والأهلوية. محمد عخيلي، صباح الفل على أحلى وأجمل برنامج على أحلى قناة. الوقت عليه عامل عفوا، الوقت عليه عامل كبير، معظم اللي مش بيمارسوا رياضه بتبقى مفيش وقت للشغل، واخد معظم وقته. يعني هي برضو ممكن يتم التنسيق فيها، في ناس بتحاول انها تروح قبل وقت الشغل، في ناس بتروح على طول بعد الشغل بتاعهم عشان لو روح ممكن يكسلوا، يعني ليها حل. انا حاسه ان ليها حل، بس احنا ننوي. سوري يا ياسر، لا في تعليق قبليه انت. محمود ماهر، الوقت والماده يمكن دي برضو اتكررت. وعمرو كارم بيقول لك والله كسل، ده انا حتى كنت مكسل اكتب الكومنت بس قلت يلا مش خساره فيكم. ماشي يا عمرو، كتر خيرك يا عمرو. محمد عبد الفتاح، صباحكم فل وورد احمر، اجمل اطلاله واجمل برنامج. ايه ده، لا احنا انا عدت تاني. معلش. طيب هو كده كده وقتنا دي التعليقات يعني احنا طبعا ما ينفعش نقول كل تعليقات حضراتكم، انا مش عايزه حد يزعل، لكن يعني الحصر هيبقى صعب جدا، بس انا مبسوطه بالتفاعل وكم الناس اللي بتعلق وبتتابعنا. فاحنا زي ما قلنا لحضراتكم الفقره ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى فيها الرد بقى عن كل التساؤلات دي، ولو حد كمان عايز يبعت من دلوقتي لغاية الحد الجاي إن شاء الله.